حذرت أصحابها إنهم يخلوا بالهم لأن في نبي بيعدي ومعاه الجنود ماله، فممكن إن هم يدوسوا عليهم فيحطموهم. مين الحشرة دي؟ نملة. أحسنت، ممتاز. طيب مين هو النبي؟ مين هو النبي اللي كان بيمر ومعاه جنوده؟ سيدنا. مين هو النبي؟ آدم. لا، مين هو النبي؟ محمد. لا، حاول، عليه الصلاة والسلام. علي. مين هو النبي اللي كان بيمر؟ سيدنا سليمان. ممتاز، بطل الأبطال. طيب كان في طائر بيطير، كان في طائر بيطير، الطائر دوت وهو بيطير شاف ناس بيعبدوا شيء غير ربنا، تمام؟ فزعل قوي وراح قال للنبي سيدنا سليمان انهم بيعبدوا شيء غير ربنا. مين هو الطائر ده؟ ها، مين هو الطائر؟ نصر. مين هو الطائر يا بسمله؟ حد يعرف هنا؟ هدهد. ها، هدهد. ممتاز، الهدهد، احسن. طيب سيدنا سليمان قال له كانوا بيعبدوا ايه غير ربنا؟ فقال له بيعبدوا ايه؟ الاصنام. 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 كانوا بيعبدوا ايه غير ربنا؟ الاصنام. ها، اصنام. لا، ها، بالله، يعبدوا شيء ربنا. كانوا بيعبدوا ايه؟ سيدنا محمد. لا، كانوا بيعبدوا ايه بيطلع في السماء، حاجه في السماء. كانوا بيعبدوا ايه؟ الطائر. ملك. لا، طيب بيعبدوا ايه؟ الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ الشمس. شمس. ممتازه، ممتازه، ممتازه. طيب طيب عندنا كان في ملك ظالم زمان كان يريد يهدم الكعبة، فجاب حيوان ضخم عشان يهدم الكعبة. مين، ايه هو الحيوان ده؟ فيل. ممتاز، احسن. طيب هل قدر يهدم الكعبة؟ هدم الكعبة؟ ما هدمهاش. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان هو ما هدمهاش في سورة من سور القرآن، سورة ايه؟ الفيل. مين يعرف يقولها؟ مين يعرف يقولها؟ يلا، الفيل. تعرفي تقولي السورة؟ مين حافظها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ممتاز، أحسنت، بطل بطل بطل، أحسنت.